زياد. يلا ماما مشان تروح على شغلك. يلا يلا امي يلا دقيقتين بوم. صلاح دق لك على الارضي. خلاص امي يلا شوي وبحاكي. يلا. ماما خلصنا بقى، حاج تحكي على الموبايل. اهتمي بدراستك، شو نسياني انه عندك بكالوريا؟ يلا حبيبتي يلا. لساته نايم. خلص انت لا تاكلي هم، انا هلا بحكيها بالطريق. انا كمان رجعت استنتجت انه هني ما صار شيء، مجرد خطا بالاسم. ما هذا الخطا بالاسم بجوز يروح ضحيته واحد ما له عامل شيء بريء، وانا هذا اللي مخوفني. معك حق، انا هذا الموضوع كمان صار شاغل بالي، بعدين بلتهي بحالي بعد ما نطمن من هالناحيه. ماشي. اسمعي لك شغلي، انت موبايلك سكري لبقى تردي على حدا، وانا هلا انا راجع المساء بجيب لك خط جديد. ماشي، اعطينا بوسه لنشوف. باي باي. اي والله يا ابو الصلح هلا فقت. صح النوم زياد، شلونك؟ اخي اسمع، لا عندكم ببنايه بيت التصافي في وحده قال لها زوجها من فتره انه شاكك بانه خاينته، مزبوط؟ ايه مزبوط. انت شو عرفك؟ اخي عرفت انت شو بدك، انا في واحد حكى معي وما رضي يعطيني اسمه، قال لي بانه زوجها واخواتها شاكين فيك انه انت اللي عامل العلاقه معها. انا؟ لك شو هالحكي هذا؟ أخي أنا هذا اللي وصل لي، ما بعرف، الجماعة اللي حكوا معي قالوا لي نحن بنعرف إنه زياد جارك، فخليه يدير باله على حاله لأنه زوجها وإخواتها ناويين عليه. دقيقة دقيقة خليك معي. لك يا زلمة شو عم تحكي؟ لك أقسم بالله العظيم أنا يدوب بعرفها للمخلوقة. أخي أنا هذا اللي سمعته، بجوز يكون حكي فاضي، بجوز يكون حقيقة، أنا علي نبهك ونبهتك. طب ليك شريك بدي يسألك، يعني في هيك حركة غريبة ناح المحل؟ ما بعتقد. شفت لك شي حركة غريبة قدام محل زياد؟ لا ما في شي قدام محلك زياد. يعني قولك اجي على المحل ولا ما اجي؟ لك والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو الزوز، يعني الموضوع راجع لك، يعني لو كنت بمحلك بجي اكيد مشان ما ثبت علي التهمة. انت شوف شو بدك. والله شو يعني، بركي شي حدا هيك لحقني او لاطيلي قدام المحل او عم بيراقبني. والله ما بعرف شو بدي لك يا زياد. اخي انت شوف وتصرف، انت بتقدر تقدر الموضوع اكثر مني. طيب طيب هلا بشوف شو بساوي. على راسي يا شريك، شكرا. اهلين زياد. خير؟ شو صاير معك؟ الظاهر اخواتها لربا شاكين بانه زياد هو اللي كان معه. يا لطيف، شو الصدفه هي؟ معقول؟ لك لا صدفه ولا شيء، بيت جوزة لربا بنفس البناية اللي فيه بيت زياد، هذا البيت اللي بيقضي فيه أموره. أيوة. طيب يعني في شي من هاد؟ لك لا طبعاً ما فيك شي. وأنت شو عرفني؟ شلون أنا شو عرفني؟ المخلوقة حكت لي. زياد حكي لك شي؟ شي مثل شو يعني؟ انه يعني بعرفه بيحكي كثير عن قصصه وغرامياته. حكي لك على شيء جارته ما جارته هيك شيء؟ لا لا اطمن، ما صار هيك حكي بيني وبينه. اسالك على شغله وما تتضايق مني. شو؟ والله ما بعرف شلون بدي اقول لك يا هلك صلاح، بس الموضوع صار كثير خطير. انت عملت مع هالمره معروف كثير كبير، قدمت لها اللي ما حدا غيرك ممكن يقدمه لمره، وخصوصا انه هي عندها وضع هلا، وطالما اهلها لساتهم عم بيدوروا على الموضوع عم ببحثوا، انا لسه ما رح تقفل على خير بنوب. لا تاكل هم انت، لا تاكل. مرحبا يا شباب. اهلين. مرحبا. والله جاركم هذا الصايغ اي ساعه بيفتح؟ هذا وقته، تفضل. لا معلش، شكرا. الله معك. اتصل فيه قول له لا يجي.
او على الاقل يعني حطه بالموضوع. مثل ما بدك. ايوه نعم. طيب طيب جهاد، شكرا شكرا، فهمت عليك. خلاص خلاص خلاص، باي. يلا ماما رح تبرد القهوة. والله يا امي حاسس عندي صداع ونفسي عم تلاقي علي. سلامتك ماما، اعمل لك كاسة كمون؟ ايه والله يا ريت تكوني فضلتي. يلا حبيبي تكرم عينك. مشان هيك انا عم دق له كل النهار وما عم يرد علي. طيب بربك انا شو خصني؟ طيب ماشي ماشي، هلا ماشي بحكيكي بعدين. طيب يلا يلا هلا، باي باي. ماما ماما في مصيبه صايره. خير ماما؟ شو في؟ بقى قلت تعرفوا مني احسن ما حدا يسالكم شو قايله بنتكم وشو حاكيه بنتكم. يي يي على المصيبه. لعنة شو هالمصيبه هاي؟ ماما هدي شوي، شو بكي؟ ليش كل شيء بتعملي مصيبه؟ لك شلون مو مصيبه؟ شلون مو مصيبه؟ لك ضروري هذا الخبر يطلع من عنا، من عنا نحن. شو بدها تقول ام زياد؟ شو بده يقول سامر؟ عرفانين من اول وساكتين؟ وليه مقصوفة الرقبه؟ ليش ما قلتي من الاول؟ ليش ما حكيتي؟ لانه ما في شيء ينحكى ماما، انا ما شفت ربا، بعدين البنت كلها على بعضها ما شفتها، فشو بدي احكي؟ لا وان شاء الله شفتيها، شو منروح نبلي الناس ببعضها؟ شو هالحكي هاد؟ لك طالما كل هالوقت بتعرفي وساكتي، ليش لا تحكي هلا؟ ليش لا تحكي هلا؟ انا اصلا نحنا كل الوقت بقلكم نحنا نسوان، نسوان، ما دخلنا، ما لنا مصلحة، ما بيفهموا. شو بدي اعمل هلا؟ الله لا يوفقك. بدك تعلقيني مع سامر؟ انا قده لسامر؟ شو بدي اقول لنائلة؟ شو بدي اقول لانزياد؟ رح تجننوني، رح تجننوني. إذا كان هذا الحكي مزبوط الله لا يسامحك يا زياد. ماما أكيد مزبوط، نهلة بليلتها شافته بعينها طالع من البيت مع وحدة، ما بتتذكري؟ قالنا يومتها إنه بحمص. زياد بعرف انه مالك نايم، قوم قوم حاكيني. يا الله يا امي كيف يعني مو نايم؟ عم قلك موجوع ونايم. موجوع عن جد ولا هربان من الروح على المحل؟ هربان؟ ومن شو بقى بدي اهرب؟ لك بابا انت بدك تجنني؟ من امتى انت هيك؟ لك مو رفيقك وائل على اساس؟ كيف بتزت له هيك معلومه؟ اساسا اذا كانت معلومه. بابا أنا ما اخترعت شيء من عندي، أنا قلت اللي بعرفه وبس. قلت اللي بتعرفه؟ لما بتعرف شغلة بتيجي بتناقشني، وقتها بنشوف إذا بتنقال ولا لا. لك تطلع فيني لما بحكي معك. أنت مقدر إنه هاي الشغلات ممكن يصير فيها جرائم يا ابني؟ مقدر؟ بابا أنا لأني مقدر ساكت، القصة لها أكثر من شهرين، يعني لو بدي أحكي كنت حكيت. شو يلي خلاك تبطل تقدر وتهتم بالشيء اللي عم بيصير؟ لأنه استفزني. يعني على رافق هذا ولا ترافق هذا، وهذا منيح وهذا سيء، يروح يشوف شو في عنده بالأول. هلا قصة مين عم ترافق شغلت لي بالي، نحكي فيها بعدين، خلينا بالمصيبة اللي صايرة. بابا مصيبة شو اللي عم تحكي عنها؟ نحن شو دخلنا؟ يصطفلوا بين بعضهم. أقسم لك يا أمي، أقسم لك إنه ما لي علاقة بالموضوع. لك أنا إذا بشوفها لهي المخلوقة بدي يصفل لي شي ساعة لحتى أتذكرها. عم قل لك شافوك بالبناية مع وحدة مرة بآخر الليل. مزبوط أمي مزبوط، بس مو ربا، ورحمة بابا مو ربا. مين لكان؟ احكي لشوف. الو
أهلين أمجد. منيحة ماشي الحال، أنت كيفك؟ لا لا منيحة، ما في شي، بس هيك صاير شغلي بنايتنا. هيك يا وائل، ما بقى بدك ترد علي؟ أنا عرفت السبب، بس أنا شو دخلني؟ بشو غلطت أنا معك؟ كتير متضايق ريس، كتير متضايق. أنت ما لك ذنب، أنت أحلى حدا بالعالم، بس أنا أعصابي تعبانة. اصبري علي، اصبري علي شوي حبيبي. طبر قلبي. يعني حضرتك قالب لي البيت لبسطك، يا عيب الشوم عليك. وأنا عمول لحالي ليش هالبيت ما عم يتأجر؟ أكيد هلا صار مشبوع أكيد. لا أمي لا، مو لهالدرجة يعني. خلاص خلاص، ما بدي أسمع منك ولا حرف. فضحتنا فضحتنا وشرشحتنا بين الناس. أكيد هلا كل أهل البناية عارفانين بالقصة أكيد. بدك تقلي مروبا؟ ماشي، مع أني مالي مصدقتك، لأنه الكذاب بضل عم يكذب بكل شيء. مين ما كانت تكون، مين ما كانت تكون، هي أو غيرها. لك معقول؟ معقول يصير كل هالشي من ورا ظهري وأنا اللي مأمنتك على البيت؟ على أساس أنه عندي رجال. ما إلا رجال، هذا اللي لازم يكون مثل أعلى لأخته. لك ما تستحي على حالك أنت، ما تستحي على حالك. هذاك اليوم نزلت فيها ضرب لأختك لأنه قالت كلمة للشاب. وهلأ أنت شو؟ يعني أنت فكرك عم تربيها؟ عم تفهمها أنه هي غلطانة؟ أنت هلأ شو؟ بسألك عين؟ خلصنا أمي، لا زيدي علي من شان الله. أي يا ستي، إلي عين ونص، هاي أختي الصغيرة وأنا من واجبي أني وعيها وأرشدها. بعدين شايف بعيني هالبنات هالأيام قديشهم فلتانات. بس عم تطلع معهم، عم تدللهم، عم تصرف عليهم وعم تنبسط معهم. ايه بقوم بخلي اختي تطلع مع حي الله ازعار. ليش انت ازعار؟ لا 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 لا، حاشاك حاشاك. ايه تمسخري لقلك، تمسخري علي. لو كانت اختك مثل هالصبايا اللي عم تحكي عنهم وكمجته لهذا اللي عم يتسلى معها واللي سميته ازعار، يمكن تطلع بروحه. تفضل، هاي انت هلأ بمحله، أكيد في حدا حابب يطلع بروحك، حقه ما هيك؟ لك يا أبي موربا ورحمة أبي موربا. لك فهمنا، فهمنا بقى، غلطان ولسه عم تدافع عن حالك؟ يعني مالك مظلوم كل هالقد، بس يمكن الله بده ياخد حق غير بنات عن طريق أهلها أو جوزها لهي المرة. حق؟ هلأ بتنبسطي إذا بيأذوني؟ بتعتبري حق؟ لا أكيد لا، يحترق قلبي عليك. بس حق، اي اكيد حق، مو حقهم يؤذوك. لا انا ما بفكر بطريقتك السخيفه هي، بس حقهم كتير يطلعوا عليك باحتقار، ويمكن علينا كلياتنا. حقهم كتير اذا حدا دق بابهم من شان يسال عن اخلاقنا لأنه عم يفكر ببنتنا، إنه يقولوا له لا مالك مصلحة صاهر هيك عائلي. فهمت المصيبة اللي عملتها ولا بتحب اشرح لك اياها اكثر؟ وائل، وائل حسام شو صار معك؟ لك خبرتك خبرتك شو صار معك؟ اسألي هالوافي شو صاير معي؟ أكيد خبر صاحبته باللي صار، أم راح انتبهت أخوه؟ مو صح الحكي، لك كذاب بنص عينك. لك لك أنت ما عندك شرف، ما عندك أخلاق. لك أنا وأمك شهرين ما عم نعمل ليل وعم نفكر كيف نمسك راس خيط ووصلنا إلها، ولما مسكنا راس الخيط اجيت حضرتك. لك كمل أول كرمال الله فهمني شو صار معك. ما صار معي شيء، كل نهار واقف على رجلي عم بستنى زيادة الكلب قدام محله ما كان يفتح. سألت كل جيرانه في بالعادة ما يفتح، قالوا لي ما في بالعادة. فيك تشرحي لي شوي الصدفة؟ بس ابنك الواطي مخبر صاحبته ام هي نبهت اخوها. مو صح الحكي ورحمة ابي مو صح. ليكو شوف الموبايل كم مرة دعيت لي ولا ما عم رد عليها، شوف المسج اللي بعثت لي عم تعاتبني ليش ما عم رد عليها.
بيروح. مشان الله امي، والله هلكتيني، شو بدي؟ لك صار لك شهرين هلكتيني وازي براسي، ما عندك شرف، ما عندك كرامه، ما عندك عرض، ما عم تسال على شرف كرامتك، وهلا وقت اللي صار لازم اتصرف صرت تقلي لي روق وترديني عنا. لا والله العظيم ما بدي ردك عنا. لا لك امي لا، بس والله العظيم خايفه تروح تتورط مع الزلمه الغلط. شو بدنا نستفيد ساعتها؟ انت بتدك بالسجن واختك بتنفض بريشه وانا بقعد بنضم حظي. شو بتحبوا اني ساوي هلا؟ روح روح لعند صهرك هذا تفشوا على غريمه يصطفل منه إله. هي مرته مثل ما هي اختك، نحن مشكلتنا مع اختك وبس. على كل حال مثل العادي انت بس تخلص تدقيق الفواتير، ما بدي لك بحطها بالبيان مالي واحد مشان نقدر نصدرها للجهات المختصة، وأول شيء نبعت على مديرية الجمارك مشان لازم أول شيء نختمه بدي. نعمل لك مو قبل حماك وسامها سابقا تركنا منه بعدين بحكي شو بدي فيه. رد علي رد علي، نحن خلصنا على كل حال. نعم خير. شو؟ منين جبت هالحكي؟ بس هذا حكي خرج الواحد يتكل عليه؟ شكلك ما كتير متأكد. طيب طيب مع السلامة. خير شو في؟ شو الموضوع؟ عم يحكي قطش ولحش بان. ايه شو يعني شو في؟ قال عرف مين الشخص اللي كانت معه ربا. أخوه قال له يخبرني مشان أتصرف. مين؟ ما بعرف إذا بتعرفهم. في بيت بنايتنا بيتأجر. ايه ابنه لصاحبة البيت زياد اسمه. ايوه معقوله. هلا انا بيني وبينك حاطه بالقائمه بس لقوي تشد ايدك يعني ما كتير مركز عليه. بس المهم كان في عندك شك من شو؟ كانوا اصحاب يعني؟ لك لا اصحاب ولا شيء، ملتقيين كم مره بالبنايه. ليش ضل حدا ما فكرت فيه؟ طيب شو ناوي تعمل هلا؟ شو بيعرفني، فوتني بالحيط اخو ستين. خلينا ساكتين. قال اخوه قال له رفيقه انه بزماناته شاف واحد نازل من عند ربا لما كنا بالضيعه وقت العزا. مين جاينا هلا؟ يلا هلا بشوف. قولي مين قبل ما تفتحي. مين؟ انا ام زياد. اهلين خاله ام زياد. مرحبا مرحبا. اهلين اهلين ام زياد. طمنوني عنكم. الله يسلمك. تمام والله الحمد لله. نهلة بدي اسألك سؤال وبدك تجاوبيني بصراحة. أيوة هيك لقى. ايه شو شافتني طالع مع واحدة من البيت الساعة 4:30 الصبح. العمى يا زلمة شو هالجنان هاد؟ اما الكل شافوها للمخلوقة طلعت من البناية بهذا الوقت، معقول ترجع لنفس المكان؟ والله ما بعرف يا ابو الصبح، هالقصة كتير مكركبتني. لك شو بيعرفني يا زلمة؟ الواحد منين تجي المصايب؟ بس أنا اللي ما عم أفهمه إنه هدول الجماعة اللي اتصلوا فيك، لشو اتصلوا فيك أنت؟ من وين بيعرفوك؟ سيدي قولتك، المهم هلا الكل يعرف إنه أنا ما لي علاقة بالقصة. ليك أبو الصلاح؟ والله ماني عارفان شو بدي أقول لك، ما بعرف كيف بدي أتشكرك. تسلم عراسي يا شريك. تسلم تسلم. شبكي وليه؟ شبني ما فيني شي. سلامتك. ولشو عم تحكي معي بهالنبرة هاي؟ شبه النبرة تبعي؟ نبرة إعجاب. أنا شو بدي أحسن من هيك؟ أخي أدبني ويربيني إذا أنا بقول كلمة لشب. ليك وليه؟ ليك أنت ولك ورحمة أبي. إذا بتمد إيدك علي ما بتعرف شو ممكن يصير فيك. وهي مديتها؟ مديتها؟ أرجيني لأشوف شو رح تعملي حضرتك. وحياة الله. لا 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 ماما، اللي أنت هلا بتعرف قديش رافعة راسها فيك. وهي مش عماتي تقليلها للماما. هاي يا عين الماما.
مفكرة حالي خوفتيني وليه؟ مفكرة حالي خوفتيني يعني؟ مفكرة ما بكسر لك راسي؟ اسمعي شوي، إذا كنتي مفكرة إنه هالقصة اجتك من عند الله وعم تقولي لحالك زياد ما عاد يقدر يحكي معي فبتكوني غلطانة كثير، لأنه بحكي وبحكي وبحكي. أنا رجالي رجال وما في شيء بيعيبني، وإذا صح لك هالمرة تعلي صوتك علي فبهنيك بهنيك كثير على هذا الموقف الشجاع تبعك، بس مرة ثانية والله العظيم والله العظيم بشد لك راسك من مكانه. عم تفهمي ولا؟ عم تفهمي؟ هيك لكان، وانت شو بتقول؟ اخي مو ظابطة القصة كلها على بعض. شلون يعني؟ ما فهمت. ما هي القصة انه في وحدة بالبناية شافته لزياد طالع من بيته هو وحدة الساعة 4 الصبح، وانا بذات نفسي اخذتها لربع من ناحية البناية على بيتي قبل هذا الوقت بكثير. ايوه، معناتها زياد مظلوم. طبعا مظلوم، بس حزينة من النكتة. انا اللي بقدر بريه بس اذا بقول انه هذا اللي صار، وانا ما بقدر اقول انه هذا اللي صار. معناتها ربا كمان مظلومة. هلا من ناحية زياد ايه مظلومة. شبنا صلاح، كأنك قالب على المخلوقة شوي. لك لا، مو قصة قالب عليها، بس هلا انا لما صدقت للحظة انه ممكن تكون على علاقة حب مع زياد، اخي انقرقت. ولا تقلي ليش انقرقت وتضايقت، انه هو ولا غيره ما بتفرق. اخي بتفرق معي يعني. اخي بتفرق انه واحد وشي بوشه من الصبح للمساء وهي كانت على علاقة حب معه وانا قاعد عم حبها واغرق فيها. لك اخي بتفرق معي شو هالحكي هذا جهاد؟ ما بعرف كيف بدي اشرح لك اياها، بس اخي ما ركبت مع مخلص. هلا اتركنا من هذا الحكي كلياته، اهم شيء انه طلع مو هو. عن جد الحمد لله انه طلع معه هو. يلا سلام. اطلع لوصلك طريق. اطلع. لا لا انا بدي امشي مشي. روق انت تيسر. لك اطلع يا زلمه اطلع. ولك ما حاطلع، ما بتفهم عربي انت. شباب جهاد، شو كنت بدي اسالك، انت وصال كيف ان شاء الله؟ ارواح لك منيحه اخي منيحه، لا تاكل همنا الحمد لله. ليك أنا بعرف إنه عم تغلبك معها، بس الله يخليك يا جهاد، بدك تتحملها شوي، لأنه يعني اللي عم تفكر فيه واللي عم يخطر لها عن جد شيء مو منيح. لك لا يا صلاح لا، عم توصيني بوصال؟ لك أنا مستعد أعمل كل شيء بدي إياه، المهم ما تنزل دمعة واحدة من عيونها. لك كفو، والله كفو يا جهاد، ليه؟ سلم لي عليها. يوصل. لك اطلع هلا، ما كنت وصلتك. لك نقرت مخي، ما حاطلع، بدي أمشي مشي، ما عاد تفهمها هاي. يلا جهاد، نسيت شغلة. شو؟ ما قلت لي للمرة الخمسين ما بدك تطلع يفك حريشة. يلا سلام. باي. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامة. وينو لعنك؟ عيدية. إن شاء الله. يلا مساء الخير. أخ سامر، أنا أم زياد صاحبة هذا البيت. أمو لزياد؟ يا أهلين والله. في مجال أحكي معك كلمتين؟ واضح إنه في سوء تفاهم وفي شي واصلك غلط، ممكن تتفضل نحكي شوي؟ من بعد إذن الست نبيلة طبعاً. طبعاً طبعاً، بيت بيتكم، أهلا وسهلا، تفضل. اتصلي بأمير قولي له خليني انزل شوي. يلا. شوف اخرك، ما بدي اكل العصبية، حلي بالوقت كل عمرك رايح. لك امير، يا امير يلا بسرعة. وام بابا، يعني ماني عارفان شو لزوم ما نزلتك معي، شو انا ولد صغير؟ يلا شرف خلصني بسرعة. وام قلت لك مت انك بتتنكرزي منه، بس ولا مره شرحتي لي ليش. لك هذا واحد حقير حقير. احكي لي لك شو بدك بهالسيره. خلصنا قصه وراحت. يو يعني في قصه؟ وانا عم اقول موقفك منه مو بس مشان ربا، في شيء. احكي لي لك القصه.
نهلا اصحك، ها ما بتجي بيصير لحدا؟ انت ما بتعرفيني لما اوعد وعد. لك صار كذا مرة يلمح وينغم ويزدت لي كلام حلو على اساس انه حلو، كل ما لقاني على الدرج او كل ما فاتت ربا مشان تعمل لها فنجان قهوة. كلام حلو إلك انت رفيقة مرته؟ على اساس هي اول مرة بيخبص مع رفيقة لمرته؟ ما صايرة قبل؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. ايه وبعدين شو صار؟ ما صار شي، شو بده يصير؟ بس لما كانت تلميحاته ممكن تكون مو أكيدة كنت أعمل حالي مو فهمانة وطنش. بس في مرة طلعت لعند ربا دقيت الباب وفتح لي، وعلى قد ماله حقير ما قال لي إنه هي مالها هون. فتت أنا ولما طلبت منه إنه يخبرني قاعدة مستناها قال لي هي مالها هون. قلت له ليش ما قلت لي؟ قال يلا فرصة مشان أحكي أنا وياك شوي على رواق. وبلش بقى بده يعني وعيها وعقلها على أساس مشان معاناته معه. بلش يقول لي إنه أنت اللي برتاح معه، ويا ريت لو مرتي كانت مثل ربعك بس، وشو كان همي لو كنتي أنت اللي معي. لكو تدميع عيون، أنا بس بدي أفهم شغلة، إنه هالبشر كيف بيقدروا يدمعوا عيونهم هيك بهالطريقة وبهالسرعة مع مدرفها؟ وبعدين بلش يحكي بشكل واضح وصريح ومباشر إنه هو كتير متضايق وفائد الأمل إنه مرته تنصلح. وقال لي إنه إذا بقبل أعمل معه علاقة بيكون كتير مبسوط. حيوان الكلب، وإنتي شو رديتي عليه؟ قلت له رح أعتبر حالي ما سمعت ولا شيء، وما رح خبر ربا مشان ما تنخرب بيناتهم، وسمعته هيك كلمتين مرتبين اللي بيحبون قلبك. قام بلش بقى تبع لا 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 والله فهمتيني غلط، وأنا كان قصدي على المشاعر اللي بقلب البني آدم اللي ما بيقدر إنه يتحكم فيها ومن هاللعي. طبعا تركته عم بلعي وحملت حالي وقمت لأنزل. عم حاول يمسكني من ايدي ومشان شو على الاساس مشان يشرح لي قصده، وحاول يطول كتير على اساس انه هو عم بيحاول يشرح لي. عشوي كان رح يحاول يخليني بالقوة لولا اني هددته اني رح افضحه بالبناية كلياتها. يخرب بيته. وانتي عن جد ما خبرتيها لربا؟ لا طبعا لا، وليش لحتى خبرها؟ انه على اساس مشان تعرفه على حقيقته، ما هي بتعرف من زمان. يا كنتي اسمع شو عم يصير برا، استهتيني. تخيلك انت وحديثهم. بقى كل القصة يا اخ سامر عبارة عن وجوه ما انشافت منيح بالعتمة. يعني انت فكر فيها بعقلك، معقولة مرة ميتة من الرعبة ترجع على نفس البناية اللي كانت فيها؟ معقولة؟ يا مدام ما اختلفنا، بس ابنك شو كان عم يعمل ساعة؟ للأسف هذا الحكي مزبوط. مزبوط، الله يصلحه. على كل حال أنا في إلي بعدين حديث معه حول هذا الموضوع، بس حابة أوضح شغلة صغيرة. البنت اللي كانت معه مروبة، صدقني بشو بدك أحلف لك؟ لا 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 تحلفي لي ولا شيء، أصلاً أنا مو فايتة بمخي إنه روبا ترجع على البناية، ما بتسترجي. بس شو مشان الشاب اللي شافه أمير نازل من عندها بالليل؟ وليش ما طلع من البناية؟ أمير قال عن آخر يوم بالفحص تبع السنة الماضية، وهذا الشيء بتذكره كأنه مبارح. نحن كنا عم نستنى ميس لحتى تخلص فحص منشان نروح على بيروت لعند أختي، ورحنا ثلاثتنا أنا وزياد وميس، ضلينا هناك ثلاثة أيام. يعني الليلة اللي أمير شاف فيها حدا نازل من عند ربا كان زياد معنا ببيروت وقدام عيوني. وأنا ليش لازم تصدق؟ ما حضرتك أمه وأكيد رح عفوا ثواني لو سمحت ثواني. نالا وينها؟ نادي له الله يخليك. نهلا تعي شوي. حبيبتي بآخر يوم فحص تبع السنة الماضية ميز شو عملت بعد الفحص؟ لك ايه والله تذكرت، كنتوا بوقتها مسافرين على بيروت وناطرين ميز لحتى تخلص فحص مشان تمشوا دغري. ومنو هذا اللي شفته لكان؟ ما بعرف، معناها ما هو زياد. بس انت لما حكيت لك القصه ليش ما قلتي لي انه كانوا مسافرين؟ والله لو ما خالته ام زياد ذكرتني ولا كان راح يخطر لي.
شو مخي دفتر يعني؟ مين بده يكون؟ العمى. ليش ما طلع من البناية؟ أخي سامر اسمح لي بكلمة. عفوا عفوا أستاذ عمر، ثواني لو سمحت. أنتوا نسيانين إنه بوقت البيت كان مأجر؟ يعني هذا اللي ما طلع من البناية واللي عم تقولوا إنه هو زياد، لنفترض إنه هو زياد، طيب وين راح؟ نام عند المستأجرين يعني؟ وقتها مين كانوا المستأجرين؟ أختين. قعدوا 6 شهور لبين ما ينفضوا بيتهم وبعدين مشيوا. مزبوط تذكرت كانوا أختين. كانوا لحالهم شيء؟ إيه لحالهم؟ شو بنا؟ مزبوط مزبوط عم بتذكر إنه كان بس مدري إيش خطر على بالي إنه معهم حدا و... عفوا أستاذ عمر كنت بدك تحكي شيء، شو كنت بدك تقول؟ لا ما في داعي يقول شيء أبدا، صار واضح إنه ابنه للست أم زياد ما له أي علاقة بالموضوع. هذا ابني وبنتك بدهم قصقصة لسانات مو هيك؟ إيه والله. والله أنا ما دخلني أبدا أبدا يعني. أنا قلت من البداية إنه ما شفت ربا، بس هون الأخ فسر على كيفه. حصل خير حصل خير. أنا آسف إنه أمير هيك فكر، غلط، ما في حدا ما بيغلط. كل شيء بيتصلح. أنا تأخرت لأحسن لازم أمشي. المهم أخ سامر صدقتني ولا لا؟ صدقتك صدقتك، خاصة بعد ما ذكرتي إنه البيت كان مأجر. بتصير. ممتاز. بقى أدور على غريمك. وإذا كان في حدا أصلاً يا ريت يضل الموضوع بعيد عن بيتنا، الله يخليك. ستي في ناس غريمون ببيتك، إذا مو أنا غيري. شو قصدك؟ قصدي أهل المرأة اللي كانت معه. أستاذ سامر هذا مو موضوعك، موضوعي أنا وأنا اللي بحله بالإذن. يلا كلياتنا ماشيين. ليش ضربي؟ لأني قلت له إنه بعد اللي عمله ما عاد خرج يعمل فيها إنه عم يربي أخته، عم نزل في نية العادة يفرجي إنه ما في شيء بغير. شو بك يا أمي؟ من إمتى بتفوتي علي بهالطريقة؟ أنت بتخرس. تخرس نهائيا نهائيا، عم تفهم؟ يعني عم ترفعي ايدك علي؟ لك وما لي امك وما بيحق لي. ايه عم برفع ايدي ولاول مره برفعها. وقت اللي كنت صغير ما ضربتك، بس هلا لازم تنضرب منشان تخرس وتحط راسك بالارض كمان. خليتني وقف قدام العالم بموقف الدفاع عنك منشان شو؟ تعرف؟ منشان ما يأذوك، مع انك انت اللي عامل كل هالشي ومن وراي وبالاخير جاي عم تضرب اختك؟ ابني انا ما حدا بيرفع ايده علي. ها ناولني مفتاح البيت. شو؟ ناولني مفتاح بيت التصافي. شرفي أساسا ماني بيعاستو. بعرف ما رح تعجز، دبر حالك، بس أنا اللي رح عجزك، أنا اللي رح خليك تعجز. أعطيني مفاتيح المحل. بالله شو؟ مثل ما عم تسمع. لا ستي بقى، أساسا بالمحل وببيت التصافي وبهذا البيت أنا لي أكبر حصة وما حدا بيقدر يقلعني. روح ارفع دعوة. إيه؟ أنا عم بتعدى على القانون بسلطة أهم من القانون، سلطة الأم. سلطة الأم على ولد طلع فاسد وبلا ترباية. أعطيني مفاتيح المحل. أعملك أعطيني إياهم. ما عم صدق ما عم صدق، عن جد ما عم صدق. أمير عملت جرفة بالبناية وكنت بجوز تسبب بجريمة كمان. جريمة؟ والله أنا عم قول سجنوني. ها عم قول هيك يعني عن جد أنا مجرم. حاجة تبالغي وتبيضي وش قدامها على أساس عم تدافع عن أخوها.
آسفين، منعتذر، غلطنا بحقك. أنا حبيبتي لا حكيت زيادة ولا حكيت نقصان، اللي شفته حكيته. إذا صاحبك مركب الفكرة براسه هيك فمو ذنبي. عن جد أمير أنت صاير ما بتنطق. بعدين شو هي صاحبك ما صاحبك؟ إيه صاحبك لكان مو صاحبك؟ شو يعني ناويين تتزوج ونحن مو درياني؟ هزفين منعتذر، بس الله يوفقك، قولي له لبقى ينظر علينا وشو شو في عنده بالأول. يعني على فرض إنه أخته مو مصاحبة زياد، أنا بقص إيدي من هون إذا مو مصاحبة ألف واحد على جوزها. لا خلاص أنت كتير تغيرت أمير. ها قوم قوم روح لعند رفيقك، قوم ناطرك، قوم تتهنى فيه. ماشي الحال، رح روح لعند رفيقي ويتهنى فيه، واعتبروني مصروف من هاي الشلة العظيمة. أوكي أوكي، سلام. الله معك. أمي روحي لعنده، حرام ليك قدام أخوك. شو أستاذ؟ بدك تضل معنك طايقني؟ قلت لك أنت ما إلك ذنب، بس أنا أعصابي تعبانة شوي. لساتها تعبانة وائل؟ يعني الكل اقتنعوا انه القصه تركيبه وما نصح. ما نصح انه زياد، بس في حدا. ليش يعني؟ بس لانه السيد امير شاف حدا نازل بهداك الوقت من البنايه صار خلاص يعني. يا اخي ممكن يكون له الف تفسير، ممكن يكون جاي زياره لعند حدا بالبنايه، او حتى ممكن يكون حرامي. لك ايه ليش عم تضحك؟ مو معقول يعني يكون حرامي، ممكن يكون حرامي. ايه والحرامي بضل قاعد بالبنايه وما بيطلع منها. هلا امير وقف على البلكون، استنى شوي وفات، قضى كل الليل على البلكون. يعني ممكن يكون هذا الحرامي كان نازل خاف من شيء قام رجع طلع لفوق وبعدين لنزل وما شافه امير. يعني يعني والله يا وائل ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انه يعني نتهمها لربا بس لانه امير شاف حدا نازل من البنايه بهداك الوقت ما بنعرف من وين ولا كان عند مين. يعني والله الله ما اعلم. يعني انت مقتنع انه ربا مظلومه؟ لك طبعا وائل، طبعا مظلومه وبريئه على الاقل من هذا العلاك المصدي اللي عم ينحكى عليها. بعدين ولو يا وائل هي اختك، يعني اذا كل الدنيا قسيت عليها انت لازم توقف بصفها. شو بنا يعني خلاص تحكي مع اصحاب البيت؟ ايه 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 حكيهم بلكي باليومين. استاذ الله يرضى عليك لا تقول لي بلكي. ها أمل جيت لعندي وقلت لي بلكي وبعدين غطيت. إذا بدك جيب المدام خليها تشوف البيت، ما عندنا مانع. لا 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 منيح البيت، ما في داعي. يعني نحكي مع أصحاب البيت مشان ننزل نوقع العقد؟ نحكي؟ إيه إيه حكي. تحياتي أستاذ زياد. مش الحال، أنت بتحب نوقع العقد؟ جاكم مستأجرين للبيت، شوفوا شو بكم تتصرفوا. صباح النور. شو لازم نقول صباح الخير كمان؟ أي خير هاد؟ هيك قلتك؟ طيب مثل ما بدك، بلاها. مين هدول المستأجرين على غفلة؟ مو على غفلة أمي. واحد هو ومرته اجوا من فترة شافوا البيت، ما كان عاجبهم. وهلا أبصر شو طلع بمخهم، قال بدهم إياه. إيه؟ وشو هي شوفوا شو بدكم تتصرفوا؟ شو بيعرفني يعني شوفوا شو بدكم تتصرفوا؟ مو أنا مطرود؟ لا بيت ولا محل ولا شيء؟ بعدين دخيلك يعني القصة ما بدها كثير تصرف. بتلتقوا بالجماعة، بتقبضوا عن سنة وبتنزلوا بتعملوا لهم عقد بالمحافظة، خالصة. زياد، أنت اللي معك وكالة عامة. أنت اللي فيك تنزل نيابة عن الكل. لا أمي، أنا ما حدا يدخلني بشي. مو مطرود بشي وبشي تاني مو مطرود. ماما القصة مو قصة طرد. الحقيقة أنا مبارح كنت منفعله من كل شي صار. بجوز أنا قسيت عليك زيادة، بس أنت غلطان، أكيد غلطان، وأنت بتعرف هذا الشي منيح. يعني معقولك أمي تعمل علاقة مع بنت وتاخدها على البيت؟ معقولك ابني؟ أنت ما بتخاف على حالك؟ ما بتخاف على سمعة أختك؟ وبالآخر بتجي بتضربها للمسكينة؟ يا أمي يا أمي، هي بتمكن عينها فيي وبتتحداني. مهما كان أنت الأكبر والأوعى، والأهم من هيك أنه أختك ما بيصير حدا يمد إيده عليها. أنا مو هيك ربيتكم؟
لا ايه مزبوط، مو هيك ربيتينا. بس الكف يلي سلختيه امبارح لشحط عمره بالثلاثين شو بتسميه؟